في معلومه اكيدا للعيال اللي اختلفت. الشهيد محمد مبروك كانت موجوده في القليوبيه، تم تحديد مكانها وتم تحديد المنزل اللي هم قاعدين فيه. في اخر الليل كده تم استهداف المكان على اثار استشهد اللقيط بقى احمد كبير، وان شاء الله تم القبض على الاثنين. كانوا موجودين اثنين تم استهدافهم وتم القبض عليهم، لكن اللي وراهم كتير وان شاء الله مش هنسيبهم لما نجيبهم باذن الله. واخد طلقه في رقبته واستشهد بعديها على طول. الله يرحمه، نحتسب عند المولى سبحانه وتعالى شهيد. شو الرساله اللي بتوجهها للمعارض الشهداء؟ والله بقول لهم ما تقلقوش، واحنا ان شاء الله باذن الله احنا اولادكم، ومش هنسيبكم، مش هنسيب حقهم، وهنجيب حقهم حتى لو احنا استشهدنا. احنا اولادكم، اعتبروا ان احنا اولادكم وما تقلقوش، ان شاء الله هنجيب حقهم ان شاء الله. اخر سؤال معلش، الرساله اللي بتوجهها للجماعات الارهابيه ايه؟ بقول لهم احنا مش هنسيبكم، اللي احنا لو هم في البلد دي. كان في الصفوف الاماميه وكان اثناء الاقتحام. وطبعا الاقتحام دايما هو اللي بيبقى في المواجهه. ووقت الدخول حصل تعامل، فربنا كتب له الشهاده. وان شاء الله كلنا شهداء باذن الله. هو قال لنا كده، كنا قاعدين وقال كده نفس الكلام، ان شاء الله ان البلد باذن الله هتبقى في الاحسن، حتى لو كلفنا ده ارواحنا. ان شاء الله شهيد في الجنه وربنا يكتبها لنا، ونبقى باذن الله كلنا شهداء معاه باذن الله. كل الامهات الشهداء اللي بتفقد اولادها. بقول للامهات الشهداء ان شاء الله باذن الله اولادكم باذن الله في الجنه، وانتم في الجنه باذن الله، والبقاء لله. شو ردك على جماعات الارهابيه اللي بتعمل الطلقه؟ هيدفعوا الثمن غالي باذن الله، هيدفعوا الثمن غالي ان شاء الله، وهنجيب حق كل شهيد. كان من ابرز الرجال في العمليات الخاصه، احسنهم خلقا كمان، وربنا يعني بينقي افضلنا ويروح، لكن ده بيدينا دفع للامام ان احنا نتقدم ونجيب العناصر دي تاني، وان شاء الله ما حدش هيفلت. هنستمر ان شاء الله الامن المركزي وحمايه الوطن والعمليات الخاصه. طبعا ده احنا في عائلتنا كلنا، ما جاء شيء اساسي، ده احنا في بيتنا كلنا ومش هنسيبه ان شاء الله، يعني ده شيء اساسي. هي الفكره ان احنا كل يوم بنقدم واحد، ويا ريت الناس تحس بس ان احنا كل يوم بنقدم واحد ان شاء الله.